العنفي ازداد في العراق بسبب درجات الحرارة. نعم ازداد، حتى حالات قبل قليل كنا نتكلم على حالات الطلاق اللي وصلت الآن بسبب الانفعالات بين الزوجين أدى إلى حالات طلاق. إذا كانت هنالك 10 حالات طلاق أصبحت إلى 50 حالة طلاق بسبب الانفعالات الغير مدروسة والانفعالات العشوائية والاضطرابات النفسية. طيب. فإذا هذه كلها تساهم مساهمة كبيرة، وإضافة إلى أنه البعض شوفي حتى يعني في أمريكا ليس فقط في العراق، في أمريكا هنالك دراسة من جامعة الصحة جمعية الصحة الأمريكية تتنبأ لو استمرت الحرارة بهذا الشكل من 9000 حالة انتحار توصل إلى 45,000 حالة انتحار في حالة إلى عام 2035. إذن هذا السؤال فإذن هو عالميا وليس فقط يعني أنه في العراق. نعم.